السلام عليكم الخوت، صباح الخير، نهار جديد، فلوق جديد، في مصير جديد. اليوم عاوتاني تجيك شوف البحر كي داير، يا سلام. بحر ميت سكينة لاكتيفيتي ديال الحوت، غادي نهبطو غادي نجربو غادي نضربو داكشي اللي كنديرو ديما. معنا الرئيس فيصل أول مرة، مرحبا خويا فيصل. مرحبا بك، مرحبا بك، الله يسلط عليك شي شام طانت. آمين إن شاء الله، علاش لا؟ ومعنا الرئيس عثمان. اهلا عثمان، راه عارف اش كاين بلا ما نقولوا ليه. ان شاء الله الله يسلط عليك هذه المره الشامه انت. امين امين يا ربي. دونك فوالا، كلشي غنخدموا بلي لوغ سوب لي جي، غنخدموا بكلشي ان شاء الله. غادي نجربوا على مولانا، كل واحد غيدير لوغ في شكل باش نشوفوا علاش غيضرب، وغنبقوا خدامين ان شاء الله. ومعنا هشام، هشام تما راه هو. السلام عليكم هشام، يا شتي هاد الفيديو بصحه وراحه. دونك فوالا، خليكم معنا. تنديروا فيديو اون ديريكت، الا كانت شي توش تشوفوا اون ديريكت. الحوت لتحت. ما كنبغيش نخلي لا فيديو كاميرا خدامه وانا كنجيكي، باسكو تساعد ما كانا كتخوف شي علاش. دابا جينا سبوت زوين، قلت يمكن تكون شي حاجه اون ديريكت ونصور لك. Enfin, ça, c'est là, c'est là. Ah, c'est la cubie, là. Ouais, ah, bah, la cubie. خوت، حنا بقينا كندير ريفيو، بحر زوين صراحه بزاف. لقينا واحد الحجره عاليه وسط الغيص، غنبقاو ندير ريفيو فوق منها، بات لي في الحياه فوق منها مزيان. غنبقاو ندير ريفيو على مولانا، الله يجيب اسمينا. اش بان لكم الدراري؟ ان شاء الله يكون الخير، يكون الخير، يكون الخير، يكون الخير، يكون الخير ان شاء الله. المهم نبقاو نجيو فوق منها ان شاء الله، الله يجيب شي حوته مطنطنا. خوت السلام عليكم، ضربت علينا شي ضربت على خويا عثمان شي حاجه، تبارك الله داك الشيء راه موقفش، مي ديكوراشات منا ما عرفتش شنو غيكون. دغنا طون افي خويا. واه خويا ما عرفتش شنو هو السخط هذا، ضربات عليا. اش نقول لك، واحد 10 دقائق اللي كتجر في الخيط، راه كانت تخوي لي الماكينه، ولكن ديكوراشات ديكوراشات ما مكتبش. ديكوراشات شنو كتقول الاناء حوت يمكن يكون؟ اش نقول لك، تكون كوربين ولا سيريول في الحقيقه. سيريول هي اللي غدير الخدمه. حيت الكوربين كتبقى تضرب لتحت، كتبقى تضرب لي كوتي هذه مشات طايره هكذا، دونك يمكن تكون سيريول. المهم حنا غنرجعوا. احنا ما باقي الحياة، يلا ثلاثة الأشياء دي باقي نقصي. فوالا فيصل، حوت معاك غليظ جمع. فوالا صافي، ملي غدير لي كوتات خليه، خليه يعطي لي كوتات. فوالا يلاه سير، انا غنجي حداك، شد لي كليب ديالك، ما تخاف من والو. هادي شامه غليظه، مشى. الله اكبر، مشى. خوت الناس اللي عندي في انستغرام، راك ندويت على واحد الموضوع، على هذا ردوا منه البال بزاف بزاف بزاف. هذا الدراري الا شحطك، وشافتو الا شحطك هذاك الخوت، راه هو خطير بزاف. انا فايت شحطني واحد النار، والله ما بغيتها لكم بصراحه، شحطاتو خايبه بزاف. وكردو منو البال الرجل البرتغالي. شدني من شدني كلي واضح، بصور هادي سبوت زوينه. استنى بريا عثمان، لحظتك استنى بريا عثمان. هادي هادي غليظة.
واو خوت راه قلت لكم طحنا على واحد سبوت راه ما يمكنش غير كنوقفوا فوق حجر تي كتوش من هنا توش من هنا كاين الحياه في هاد البلاصه هي فوندو شويه ولكن شوف هبطت تحت الحجر تحت الحجر ويضرب عليا سنقت مشى كلشي قلت واقيلا مشات شوف هاد الدري شنو طلع عليا غير لا تيت بلومبي كلشي لو كور كله مشى مع ضربات سرطات كلشي دات كلشي دونك انا كيلوحوش الدراري خصها فريمون خصنا ترزينا في الماتيريال عاوتاني شحال اللي مشاو لينا مي هذا هو الجيك شي مشكل غنعاودو نشوفو كي غنديرو لي هذا السلام عليكم خوت صراحه دوزنا واحد النهار الصباح قلنا انعدام الاسماك بحال ما كاينه حتى حوته مشينا قلبنا جيكينا تي ما خلينا ما درنا في الجيك والو الحوت من بعد بدلنا سبوت لقينا واحد الحجره زوينه مع بدينا كنديرو الدريف الاولى الثانية ويتحرك واحد شويه ديال الريح سبحان الله عندك الريح دخل معاه الحوت ساعتي تبارك الله اخ فيصل ضرب عليه حوت غليظ كيف ما شفتوا في لا فيديو كلشي تقاوس جاب الله واحد الحصيله كيف ما في اخر حاجه في الفلوغ كنصوروا لكم الحصيله ملي ما كتكونش حصيله راه كنصوروا النهار كامل ما كنلوحوش لكم حيت باش تعرفوا راه ماشي ديما البحر غادي يعطيك الحوت ما خصها الواحد يصبر دابا راه كتشوفوا راه العشيه هذه دونك فوالا خوتا بغيت نقول لكم واحد الحاجه ان شاء الله قريب نبداو نخرجوا من المحمديه نبداو نديروا دي تريب مور رمضان ان شاء الله نمشيو لطنجة غنصيدوا فيها غنمشيو للجنوب غنصيدوا فيه غنمشيو لكاع المدن المغربيه غنصيدوا فيها بركه من المحمديه دونك فوالا الحصيله الاولى هي من طراز الرفيع وسمك الدرعي تبارك الله الدرعي زوين يا سلام خير يا سلام والحصيله الثانيه حصيله صراحه سنقول لكم حلو فيها ما عرفنا كي نصوروها لكم شي هز الصنابري شي هز الخراط باغي يضربها بالخراط مسكينه قتلنا كتجي تلفو كنضربها بالخراط كتمشي عذباتنا صراحه مي كان حصيله زوينه تبارك الله فوالا هي حصيله بيسي ليمون سيريول تبارك الله كبيره كانوا لي شاص ديال لي سيريول ضربات عندنا جوج قطعوا لينا راه شفتوها في الفيديو وهذه حصلات تبارك الله وازنة تبارك الله ديال بصح فوالا كنتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ ديال الفلوغ بارطاج جيم ابوني تلقاو فلوغ جديد